سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تفسير القرآن، وفي بعض الأشياء البسيطة الخاصة طبعا بالأطفال وكده، زي قصص الأنبياء والتعاليم والآداب، وبعض الشرائط من المسجلة لبعض الخطب وبعض الدروس. أنس يحفظ المصحف ويرى المصحف، صورة المصحف الشريف مرتسمة على واجهة قلبه، يعرف الآيات بمواقعها ومواضعها ببداياتها ونهاياتها. إنه لم يحفظ آيات القرآن فحسب، بل حفظ المصحف بآياته وصفحاته وأرقامه وملامحه، اختزن كل ذلك في عقله الصغير. النابغة أنس مصطفى نابغة من نوع آخر، نابغة مختلف ومتميز ما شاء الله في نبوغه. من أجل ذلك عقدنا هذه اللجنة المبسطة حتى نقف جميعا على هذه الجوانب المتميزة التي في الواقع حينما أبلغت بها ظننت أن الزملاء في إدارة الإنتاج وإدارة انتقاء الأصوات قد بالغوا قليلا، ولكن سنرى جميعا أن النابغة أنس فعلا متميز وفريد ويستحق أن يكون من أبرز نجوم قناة الفجر الفضائية. مرحبا بك يا أنس. أنت خايف يا أنس؟ ما شاء الله ربنا يفتح عليك. نبدأ كده مع فضيلة الشيخ علي، حيسألك ويشوف حفظك وإتقانك. طيب استعن بالله واستعن بالله من الشيطان. استعذ بالله من الشيطان، وابدا من قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. متشابه. مش متشابه، في عندنا حكما وعندنا قرآنا. احنا عاوزين واحده، وكذلك انزلناه حكم، وكذلك ثاني، وكذلك انزلناه قرانا عربيا. دي غير دي. ما هما هي واحده، ديك حكم والثانيه قرانا. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. هات الاثنين يا نفس، قول لنا دي فين ودي فين. اي والله هات الاثنين، هات دي وهات دي، وقول لنا دي فين ودي فين. وكذلك انزلناه حكما عربيا، دي فين حته؟ الرعد. الله يفتح عليك. تمام. والثانية وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا فين؟ فين؟ طه. صح، الله يفتح عليك. كملها كده، ممكن اقرأها بقى كده. تمام كده، تمام، الله يفتح عليك يا شيخ أنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. طيب، سترى ان شاء الله العجب الان في الجزئيه الثانيه. لكن نعم، ننتقل صديق الدكتور احمد ايضا، ما رايكم في مستوى حفظ ابن انس في كلمتين؟ في كلمتين: نعم الاله على العباد كثيره، واجلهن نجابه الابناء. نعم. انس ضيفنا هذه الليله، وضيف الفجر هو ايه من ايات الله في خلقه، ونفحه من نفحاته في عباده، وهو برهان ساطع على حفظ الله لهذا القرآن وحفظ الله بهذا القرآن. الله يسلمك. طيب يا أنس، يا أهل يا أنس، ما شاء الله عليك. طيب، أنا سمعت يا أنس من الشيخ أنك ما شاء الله إذا سئلت عن موضع آية تستطيع أن تحدد الآية دي فين، في الصفحة على اليمين على الشمال،
فوق تحت صحيح كده. طب تحب نبدأ من أي مكان؟ جاهز؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. دي سورة إيه الأول؟ النساء. بسم الله ما شاء الله. فين موضعها في القرآن؟ يستخفون. نعم يستخفون في المصحف. في المصحف. على الشمال. على الشمال أيوة. الآية الثالثة في أول وجه. لا مش الآية الثالثة. لا الآية ولا السطر؟ الآية. الآية الثالثة. ما شاء الله. واحد اثنين. ثالثة واحدة الأولى. باقي الأولى. صح. ما شاء الله. واستغفر الله. واستغفر الله. شفت أنا اللي غلطان. الواحدة والثانية يستغفرون. أحسنت. واستغفر الله صح. هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة. أحسنت. طيب ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. في أي سورة؟ النساء. ما شاء الله. فين طيب؟ تعرف موضعها دي فين بالضبط؟ على اليمين ولا على الشمال أول؟ على اليمين. على اليمين. ما شاء الله. على اليمين. طب فين بالضبط يا ناس؟ الآية اللي بعد اللي في النص. في النص. نص صفحين. تأكد؟ لا. ما شاء الله ربنا يفتحها. طيب انا اشوف هفتح المصحف كده. ما شاء الله. وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه. دي في اي سورة؟ سورة يوسف. بالضبط. فين طب مكانها في المصحف؟ يمين ولا شمال؟ يمين. يمين ما شاء الله. طب فين بالضبط؟ الذي فوق النص. فوق النص ما شاء الله. هو النص هنا فعلا. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا إعجاز. طيب فلما رأى قميصه قد من دبر. فين دي؟ شمال ولا يمين؟ شمال. شمال. طب فين موقعها؟ كم سطر من فوق من تحت؟ هي الآية من تحت. من تحت من جزء تميل من تحتها. فلما رأى قميصه. طيب يا أنس. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. دي فين؟ سورة إيه؟ أول. ما شاء الله. فين بالضبط؟ على اليمين ولا على الشمال أول؟ شمال. فين بالضبط في الصفحة؟ ما شاء الله. طب دخلينا نعدها بالله دي. دحين هنا النص يا دكتور. بص معي. هذا نص الصفحة. هذا الآية الثانية. واحد اثنين. بالضبط يعني ما شاء الله. الله يفتح عليك. طب من فضلك يا شيخنا الكريم هذا أول جزء كده. أول أي جزء يعني. من أول أي جزء؟ أيوه هو أنس الحدان في هذه الليلة. طيب جاهز شيخ أنس؟ يعني أنا أذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم شيئا فأعجبه فليبرك عليه، أي فليدعو بالبركة فيقول ما شاء الله تبارك الله. نعم أنس بداية الجزء الرابع عشر أي صورة ما شاء الله. ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله يستر عليك يا شيخ أنس. قال أول جئتك بشيء مبين. دي فين؟ نص صفحة ولا فين؟ يمين شمال يمين ولا؟ صفحة. طيب أنا عاوز يا أنس نفس الموضع. طيب قال ولو جئتك بشيء مبين اللي يوازيها وإحنا طالعين على سورة البقرة يعني عشر صفحات. يعني أنا هعد هرجع ورا كده عشر صفحات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. أنا عاوز ما يوازي قال أولو جئتك بشيء مبين. عاوز أشوف الآية اللي في نفسها. هو ربما يكون يا دكتور نازل تعالى نازل على تحت اتجاهاته على تحت كده على تقريبا يعني يبقى ناس بيتجاهل ممكن يعني ما شاء الله.